Good for you. خدت والله خدت good for you وبنادول كنت فلو ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه زيزو هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح معلش أنا أسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ اه معروف. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتح الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه فيصتوا ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استناه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت. ياه ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز. كنز شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش انا عرفت الحل. الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه. تعالى شقلبك عشان تفهم. تعال. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك. الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم. انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19 الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. تس ازاي ما تكبتيهاش؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هخش اطمن عليهم. يلا ناقص يا زيزو. ازيها؟ بس مش الدرجه دي. Thank you.
برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي في تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. وتخلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا همسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، وتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا واد يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحده 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 واحدة واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب، انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ اه فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا ده أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده أنت وهو. وخلينا أتنقل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. هنخلص النهارده. هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا سبع ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بص مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه،
عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتي كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساحه وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعة الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني؟ طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريبة، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بودو يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان الواحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. فتهدي السرعة شوية. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي هخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحة. صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسايب ده، حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم، دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد! الحمد لله على السلامة يا مستر عبدالله، خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ انا اللي يمكن اسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة انت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي في الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي قوي. انت اكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتيني بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي؟ اهلا نيلي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. اخبار جنيف ايه؟ ولعه. ولع ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي.
انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه؟ انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيل ماكارتني، هفضل عايشه فيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا انا مستغرب فعلا ازاي ماشيه بستيلا دي. ما تجيبي سقاره ولا حتى ثينكل. ايوه يا سو. ايوه نالي، انت روحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامة بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى اعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضل. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحدة زي بتاعت نيكولاس كيج. عندك حق، أنا كنت رايح أجيب فعلا أجيب واحدة رزي، بس قالوا لي مفيش إكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجة بلدي، كلامك، أصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت أحسن شوية. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما تكلمش كتير. ما قلتليش عايزة كام فلوس؟ عايزة $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. تس 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 تس. فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا تزحلق، يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح سالي واحده، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعالى. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين. اه 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني كنت لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي لوحدي؟ بتاكل لوحدك. تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة؟ عبيط ده لك هابي بيرثداي من غير تورتة. من غير تورتة؟ غير تورتة. طب ايه نجيب له تورتة يعني ولا ناصح. ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعة؟ فرتكة فرتكة. فرتكة فرتكة. طب يلا فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسك. يلا يلا يا سمعة يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ وانتي تكلمي لنا سيف عشان يجي يوديها. لا 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 سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده، وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقول لك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهلك. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بنتي دي متعبه هتغلبني. بقول لك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟
طب ماشي هعمل لك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنت ال شفت هربت بنت ال وقتي عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. اه لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ اه طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريهان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مليكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده. اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها؟ العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجة، تسمع مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي احنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن شغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن إيه يا حبيبي؟ أنت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك؟ مش هنشغل حاجة أهو. عندك أوكسيلري؟ خدي إيه وإكس أهي مش زرقاء. Bang bang into the room. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Wreck me. This hit the ice cold. Michelle fight for that white coat. ارحمي نفسك شويه. قاعده تتفططي تتفططي وتزقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني. انا متوتر مش هعرف اسوق. اعمل بيك حادثه؟ اخش بيكي في عمود؟ سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبز كريم كده وانا بحب البالشوكلت. طب ما هي بتبز شوكلت. خلاص خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي،
جد المدام عقبال امتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ اه بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في الله. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين ما تخليك في حالك يا اسطى. قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا. خد اتفضل. سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين ايه؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. اه والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشاف من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظ من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك الله يكرمك. نمرهم بقى. وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جو ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشا واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش. سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكن اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ يا عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه. خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر. انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يطحش عندي. اكيد فطارك برضه. لا مفيش مشكله. بجيب انا من غنزران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا. انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني. دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلام من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا. يعني داخلين مول. داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح. ثانيا المخزن ده محجوز عليه يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت من فضلك لو سمحت ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه. ما تخليش استخدم معاك العنف. اتجننت انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته بيطلع وينزل كده. معلش طارق سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن. بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع. يعني مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا انت عارف لو لابس. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا. دول ارهابيين اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا. ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي. انت غبيه قوي لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اه شفتي الكنز كنز زي ما انا بقول لك. انا مش
رقص ضحك هزار يعني. انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهره وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط، في نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعه المغني بالظبط. جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع وألم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط. وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا، انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوه دلة. لو هي بتغير من رجلها، طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة. طبعا بعضها ازاي بالزبط، ما لازم يبقى منطقيين. بالزبط دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة. لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل، انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجة يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده. والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجة بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم، لازم نطمن يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شوية بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحة، ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فأنا عايز أقول لك إنه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب أنا هستأذنك لو سمحت يا نيلي، إحنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون، منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي، إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. سوري معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد إن أنتي مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة؟ طبعاً، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 لا، أنت أوفر قوي، احترمي نفسك. أنت شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده إيه؟ أنا مش عارف يعني إيه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال على أي حال. معانا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. إزيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا أستاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نماذج موجودة في وسطنا يا عم عيسى. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجة اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. I'm sorry I have to leave. لو سمحتي نيلي ما فيش حد هيمشي، انا هستأذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي شكرا جدا ليك يا عم عيسى، استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك كل يا اخويا بالهنا والشف. لا كفاية كده يا صباح. كفاية ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعة في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي بحياه امي مش هار، لو كلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليك. طب ده انا كان يجرى لي حاجه. بجد يا صباح؟ بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا. انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف. من الفرحة؟ لا من القشطة.
مالك يا سي عبد الله؟ أنا؟ لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني الراجل هيفيص مني. مال الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق، الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان تتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجة؟ ايوة يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالونا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبونا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات؟ لا، المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول؟ احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي، يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهيه ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر يا نيلي. ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مره. لا لا معلش، انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان. انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي قلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل، واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي، ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر، واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها، وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم، احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي، ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح، ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه، المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى، مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي، وانا اكلم لك البوليس تيجي ياخدك انت والخص اللي هترسيه ده. وسعي كده. تعالي يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه؟ وانا اعرفك اصلا، انا بسالك عن بابي.
استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه. هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر، جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اوقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس، محتاج يرتاح، محتاج دواء. دواء سعاد؟ ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي مبخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من النجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي؟ انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى، لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم راكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت اكلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ايش؟ يلا سوش. يلا خلاص يا صاحبي، على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيتي لحد. انا اصلا ايه ده؟ ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب لي عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه؟ ما اعرفش عنده. انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه الادب قوي على فكره؟ خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم. شكرا. يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يقول لك مراتبك، يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. العربيه انا متشكر. انا شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهاجي لكم. طب ما تتاخريش. اوكي يلا شوشو. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، فنطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي swear، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحطينها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس، والميه الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الميه الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات
الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لزج. اول ما يبقى لزج قوي طب خلاص خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي. سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش راسي اللي هي راسي ولا راسي عشان اعرف دماغك بتروح فين. راسي يعني بالطول، الكلمه بالطول راسي. افقي بالعرض، يبقى كلمه بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت اوكي. افكار مختلطه، افكار مختلطه. ايوه فين السؤال؟ ما فيش سؤال. انا اجاوب. انا هجاوب. اوكي. خواطر، افكار مختلطه، خواطر، خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه في اللغه العربيه اسمها دببه. دباديب دي في حفله لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. Whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. وبعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسال. انا ما بسالش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي. أنا مش هتكلم خالص بأبجد. ياريت ياريت. حرف جر، في حكاية، قصة، سارق السفن، قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا أكيد مش هنسافر. الحل عند جوني ديب. جوني ديب إيه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم؟ ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، حفيد اهو. حفيد القرصان، يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس. وما احتجتش للفلوطه اللي اسمها شريهان دي. على فكره انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليس ومعنى. انهم ليس ومعنى. انهم عاملين شعرهم ليس ومعنى. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليس ومعنى. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجه؟ قصه خياليه، ناس كاتبه حاجات. بصي انا هقرا القصه، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بصي يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز، كنز كبير. فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزه. واو. اه والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزه. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزه باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني. ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش يعني. حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا. نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف.
نيلي مفيش حد تاني في عليكم ينفع نسأله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن موبايله مقفول. طيب أنا عندي فكرة، مش أنتوا عندكم شركة شحن؟ آه. في مركب عندكم اسمها البطة الشقية؟ سيف، إيه؟ إحنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة، أكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. إحنا عندنا تلات مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غير قديه كان اسمها الذبابة الملعونة. الدلوعة وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفة باتنين جنيه؟ اللي هي جنب الاوتوبيس النهري دي، تلاقي واحدة متسولة قاعدة في المركب وشاكيه حكايه، صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، أنا زهقت خلاص وعايزة أمشي. أنا كمان تعبت بصراحة. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان أنا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق، بس أنا مش عايزة أروح البيت عند صباح وشريهين وأقعد في بيتهم. أنت مش فاهم بيتهم عامل إزاي. طب أبات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم؟ اعتبريني ما قلتش حاجة، أنا آسف. بس أنا نو واي أروح أبات عندهم. أنا هكلم أصحابي كلهم حد دلوقتي أتذلل لهم عشان أروح أبات عندهم. بس أنا مش عارفة ليه حاسة إن الناس عندهم حاجة مهمة. أنا مش عارفة هي سايبانا الست دي نعمل بيها إيه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ أنا مش فاهمة. أقطع دراعي ما كانتش البت دي خدت المجلة وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا إزاي بس؟ لا طبعًا، تلاقيها راحت تجيب حاجة وجاية، أكيد يعني مش هتهرب وبتسيب الست دي هنا. تجيب إيه؟ أنت أصلك هبلة يا بنتي، زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعدة بتعد فيها هي والمحروس اللي معايا بتاع الكاية ده. هاي شريهان حبيبتي، عاملة إيه؟ وحشتيني قوي. بصي أنا جبتلك معايا إيه؟ الله الشبح الكبير، شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيبلي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم أكيد أستاذة نيلي اتأخرت عشان بتجيب الشبح. ياض أنت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ إيه يا بنتي اللي إيه ده إيه ده؟ طب تصدقي أنت يا ست كل إن أنا أقول حاجة زي كده؟ أصدق عادي جدا. إيه ده؟ مكانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجة من الصبح دي، عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربة ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها دورة ولب خشابي ما أزأزتش، وقعدناها على المقاشة ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانة، بس هي بتاكل أي حاجة عادي. طيب أقوم أحضر العشاء، زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. إيه؟ آه عارفاه، مش ده العدسة أبو جبة؟ إيه؟ ده أنا فيه كده. وأنا خالتي، اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وأنت إيه؟ حد قالك إن أنا يا روح أمك فتحها سبيل؟ ما تقوم يا وقت تهز كتفك وتغور من هنا، الوقت اتأخر، مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. هاو حلوة حلوة سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا رحمة. طب هاكل لهم يا ولد. قوم ياد وريني عرض التفك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حتى قالك ان انا بربي عجول. طب انا ما خدتش سمعتان. انت غور من هنا كتك داية. شوشو رنلك تكلميني. انت جايبة هنا من داية دايما كده على بطنه على بطنه، كتكنيلة في تنقيتك. خلاص يلا يا ابلامين. يلا يا حلوه تعالي وراي عشان تقولي لي اللي انتي طالباه ده العدسه ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي الشبح، خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انتي ما روحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلت؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد الكرسان، وقعدت انا وسيف فور لايك ان اور بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى في ايه شريهان. ماشي ماشي. أنا تقريبا فهمت فعلا بالسرعة دي.
طب تصدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه؟ لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحتش. لو سمحتش ماشي. فلايت كان اداني فلاشية. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لمؤاخذة. اوكي فهمت. ايوه ده مش مهم مش مهم عادي سيبوه. اطلع يا هاني يا هاني اطلع. هما العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش انت مصر عايزاك استنى. يا لهوي انا مو انا المنظر اللي انا شايفاه ده؟ انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيشوا، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش انا شفتها بعيني، وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روحي؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، ودي حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي بس بقول لك ايه يا اختي والنبي، وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجي لي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي قيمه الشيشه دي؟ ايه شريهان ملك قاعدة متضايقة كده؟ أكيد مكسوفة من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك إيه يا نيلي، فكك مني عشان متضايقة بجد، وممكن أديكي من بوكس عادي. ليه مالك؟ إحنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطة. أنت أصلاً أول مرة تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، أدي أهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي يا شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعينه قد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي يور بيوتيفول اي نو، بس انت عندك سم ايشوز كده. بقول لك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع بقى، اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انت بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يا نيلي انت بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انت تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي اعمل ايه، مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده.
انا عارفه حبيبتي ان انت يو فيري بيزي وعندك من شغلانه لشغلانه وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه ان اللي سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل بنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، من كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه، بقول لك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ وانا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينه نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شريهان دي حجج هبله قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. غرقنا ايه؟ لفه كمان. يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي بنعمل فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربيه. انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مرجح في دماغي بتتمرجح كده القرف اللي انت عملته ده. قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربية. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذارة اللي عملها الموقف يعني. انا ما اعرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربية نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضه يا سيف. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربية دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصل لك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربية دي؟ انت بتوزع عليها جبنة؟ ايه يا واد يا سيف؟ ما تبقاش كده حكيتك. قول للراجل كلمتين حلوين وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان وانا ما اعرفوش اصلا. وانا اصلا ما اعرفكش وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لون. انا مش عايز اخلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخس اللي هترصيه ده. وسعي كده. تعالي يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت. انت هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه؟ وانا اعرفك اصلا، انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه. ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء؟ دواء؟
سعاد ازاي ما تفكرينيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي بخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ اكلت ايه؟ والله ما اكلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي شرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاصي انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى، لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت انت، انتي تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت اكلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. جود فور يو. خدت والله، خدت جود فور يو وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجه مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو؟ هو ايه اللي حصل؟ ببعت لك طلب صداقه على الفيس وانت ما تقبليهوش. انا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش انا اسفه. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعك. ابص على ايه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ اه معروفه. واللي على انستغرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. ابقي بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت. ياه ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامل ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني.
نعم بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجة يا ابني، سهلة وبسيطة، تعال شقلبك عشان تفهم. تعال. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبة مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكرة. فهمت اللي في دماغك؟ لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم الموجود في القصة زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. ازيها ما تكبتيهاش؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هخش اطمن عليهم. يلا نقص زيزو. ازيها؟ بس مش الدرجه دي. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا همسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما احنا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو؟ اه فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا دو أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى يا دو أنت وهو. وخليني أتنقل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. بيتكم
خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. نخلص النهارده. هم الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا، 7 ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح. ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينة. تاخد تشطف التمساح وتسكت شوية حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا واد يا ظريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه السبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. سبراي؟
يقضي على الرائحة والحشرات في آن واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. انت كان انت يا هاني ما تهدي السرعة شوية. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحه. صباح الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله؟ فين دينا؟ ما حد يرد؟ الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة إنك في شركة كبيرة ولا لأ؟ أنا اللي يمكن أسمح بالتسيب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي في الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا دودي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتيه بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. أنا مبسوط جدا النهارده. للدرجة دي أنا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، أنا خلصت الليمت بتاع الكريدت بتاعي ولازم أشتري شانيل باك باك الجديدة. بس كده؟ هي دي حاجة بسيطة؟ أنا بقالي 3 أسابيع ماشية بستيل مكارتني، هفضل عايشة بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي إطلاقا، أنا مستغرب فعلا إزاي ماشية بستيلا ديت، ما تجيبي سقارة ولا حتى ثينكل. أيوة يا سو. أيوة يا نيلي، أنت روحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزم مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك يا بنتي؟ مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزيه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. أوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى قاعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلتي وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برزيانه؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها، الست كلاسي الشيك، she was a queen، مش عارفة ازاي كانت مندمجة معاك. انت كل حاجة بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكة. دي عاملة زي بتاعت المغنيين، ما تجيب واحدة زي بتاعت نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحة اجيب فعلا اجيب واحدة رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجة بلدي، كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too.
يلا ناخد سيلفي عشان احطها على انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. فيس 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 فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا تتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح ثانيه واحده، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى 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 تعال. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين. اه 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني هو كنا لوحدي وبعمل الحاجات دي. انت كل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي لوحدي بتاكل لوحدك؟ تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه عبيط؟ ده انا كانت فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ تورته. طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسك. يلا يلا يا سمعة يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ ده رقص ضحك هزار يعني. انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبية بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوة، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هم بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط. وفي نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعت المغني. بالظبط. جبت لهم مطرب شعبي هم بيحبوه جدا. عملت لهم اغنيه كلها وجع وألم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط. وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص. اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا. فدي معاناه. في معاناه تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكله في اي حاجه وبتغير زغزغه افكت دي. ايوه بدلة. لو هي بتغير من رجلها طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناه؟ بعضها ازاي بالظبط؟ ما لازم نبقى منطقيين. بالظبط دي معاناه. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعه قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهارده؟ لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل. انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده. والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج لانه مهم لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه. ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات بعد اذنك. ناخد معانا اول تليفون منال البهتيمي الناشطه والباحثه الحقوقيه في مركز اليعثوب الحر. اهلا بيك يا منال. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي ايه رايك في مبادره الفقير وانا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حموده، يعني في اطار خدمه المبادره يعني. ده شيء مخزي ومخزل واقصى درجات الاهانه والاستهانه بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازيه العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. طيب معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة هسألها لك. منال نيلي عايزة تتأكد إن أنتِ مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة؟ طبعًا
ما هو امثال الاستاذه من القرده والنسانيس هم اللي من غير شتيمه يا منال ومش عايزين نغلط في الضيفه لو سمحت. لا 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 انت اوفر قوي احترمي نفسك. انت شايفاني مش محترمه ليه؟ شايفاني ممسوكه بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا استاذ يوسف؟ يا جماعه بوس ولا كبس ده ايه؟ انا مش عارف يعني ايه بوس ولا كبس بصراحه. شكرا جدا يا منال. على اي حال معانا تليفون تاني. عم عيسى بيكلمنا من مطاي. ازيك يا عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى في النهايه خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد ودي نماذج موجوده في وسطنا. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجة اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. لو سمحتي نيلي مفيش حد هيمشي. انا استأذنك نهدى كده هناخد فاصل لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين. اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي شكرا جدا ليك يا عم عيسى. استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك كل يا اخويا بالهنا والشف. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس. الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني بحياتك عندي بحياه امي مش هقدر. لو اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليه. طب ده انا كان يجرى لي حاجة بجد يا صباح. اه بجد. اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي ماله قلب هيوقف من الفرحة؟ لا من القشطة. مالك يا سي عبد الله؟ انا لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس! الحقوني الراجل هيفيص مني! ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي! زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل. كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق. الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده. ازيك يا حاجة؟ أيوة يا أستاذ يوسف انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبولنا في البريد وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو وفي الاخر يجيبولنا 70 كفتة مقددين ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات. لا المكالمات دي فيك. المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول. احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي. واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية ومن بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده قلنا 100 مرة. لا لا معلش انا عايز اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان؟ انت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي قلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى. مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح.
بتكلمينا من بيتي يا نيلي. الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت. الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي. ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروا فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه. الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. انا مش عارفه ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح. يا حظك الاسود يا شرهان. يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكو؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين هحبسكوا. بقولك ايه يا بت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها. لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخس اللي هترصيه ده. وسعي كده. تعالي يا بت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور. اهو جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف ده ما تقلقيش عليه. هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر، جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليها، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي. تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف بقول لك، المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه؟ ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور. تبقى كلمني ها، يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس. عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي. خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟
الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انتي والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيت ولا مرجعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم جاكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بداتي، يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجه مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو ايه اللي حصل؟ ببعت لك طلب صداقه على الفيس وانت ما تقبليهوش. انا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش انا اسفه. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعك. ابص على ايه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ اه معروف. واللي على انستغرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. امال اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه فيصتوا ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنى ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمة جدك من شويه. ادعي على جدي واكره اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياد ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زرز. كونتينرز مش كناتر. ياد كناتر ياد، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيريه. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. تشقلبك ده ايه ياض؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي، الحل بالمقلوب. يس 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 يس. تس ازاي ما تكبتيهاش؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هخش اطمن عليهم. ايه اللي ناقص يا زيزو؟ ازيها؟ بس
مش الدرجه دي. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها فوبيا الاماكن المغلقه، هي فوبيا الرحماني بس. لا في فوبيا في حاجات كتير تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من فوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه، يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحده 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 واحده. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفه. حاضر حاضر. الحق. ايه المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو ها فستان الفرح اهو.